السلام عليكم البنات، اسمحوا لي البنات، راه تحذف لي النص من الفيديو. مع الأسف ما لقيت ما ندير. المهم مشيت باش نلصق الفيديو في الاخر، مسح لي يعني الجزء الاخير، وقلت غنعاود معكم البنات. انا بالنسبة يعني هناك الفيديو يعني اللي قبل كنت وقفت معكم هنا في هذه الخطوة، هذه درت عقيقة وحدة من ذهب وجيت لهنا ودرت وحدة في اللوين ديال الثوب، ومشيت لهنا في الجنب كذلك درت وحدة. وهاي كنعاود معكم البنات نفس الخطوة، راني درت وحدة في مذهب، بقيت خدامة بهذا اللوين هذا ديال الثوب، حتى صافي استغنيت عليه، ما بقيتش يعني ما عفوا بقيت خدامة بهذا، حتى يعني وقفت ما بقيتش خدامة به هذا وهذا. ودابا غنخدم بعد الألوان بثلاثة يعني بحال إلا كان عاود معاكم من جديد. دابا أنا كنت جيت هنا ودرت وحدة في مذهب، وغنضرب هاد الغرزة اللي من فوق من اللون اللي دخلت جديد، غنزيد وحدة في مذهب، غنخلي غرزة في الوسط، وغندخل الإبرة ديالي هنا فوق. ودابا غنخدم باللون، غنبقى خدامة بيه باللون ديال التوب حتى نستغنى عليه بمرة، ما نبقاش خدامة بيه. دابا عندي غرزة هنا كما كتشوفوا، غنضرب فوق هادي، كما شفتوا البنات انا في يعني فاش وقفت معاكم كنت درت هنا وحده يعني في اللون ديال التوب. دابا انا درت هنا يعني باش نفتح هاد القلب هذا، ولا المهم هاد الشكل هذا، انا درت وحده في الزرق. هاو ما درت جوج دابا ديال اللوينات، في الاول يعني درت ثلاثة ديال اللوينات هما هادوم، واحد جوج ثلاثة. ودابا درت وحده في مذهب وحده المهم جوج في هاد اللون هذا، ودابا غندير وحده جوج في الازرق، هاد اللون الازرق وحده والثانية. ودابا كذلك غندير جوج في اللون ديال التوب وحده من ذهب. هاو البنات، واحد جوج. دابا بقات لي غرزه هنا وحده، غندير هاد اللون هذا اللي عندي في الجنب، عندي غرزه هنا في الجنب ضروري ما نضربوها، وكنضربو في الثوب بالطريقه، وغنعاودو نرجعو حتى نوصل للثوب ونرجع معاكم نبدل الخيط. عندي الخيط يعني بحال الا تفسخ ليا مع العقيق ديال المهرز دغيا كيتفسخ. غنوصل حتى لهنا ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله. انا البنات من بعد ما مشيت نبدل الثوب ضربت في الثوب، وعندي هنا غرزه وحده كنت يعني في السطر الاول درت اللون في مذهب وحده، ودرت هنا زوج. ودابا غنبقاو نحاصرو هاد اللون هذا اللي يعني اللون ديال الثوب، غنحاصروه حتى كنستغناو عليه بمره. دابا غندير وحده
والثانية في الذهب بهذه الطريقة هذه، وغندير وحده في هذا اللون هذا ديال الدور. هانتوما البنات راه ما كيبانوش ليكم الالوان، ما كيبانوش الالوان مزيان، ولكن راه يعني الخدمه واضحه. اللون ديال الثوب دابا غندير ثلاثه ديال هاد الالوان في الازرق. واحد، زوج، ثلاثة، وغندير اللون ديال الثوب وحدة كما درنا في هذا الجنب هذا، وغندير زوج ديال العقيقات في اللون اللي عندنا في الجنب اللي هو هذا المذهب هذا. صافي البنات راه بدينا كان يعني كان بحال الا كان كنستغناو عليه على هذا اللون هذا اللي عندنا في الوسط، وحتى في مذهب. زوج كنضربو في الثوب وكنعاودو نرجعو بهذه الطريقة حتى كنوصلو للثوب. البنات كنضربو في الثوب ونعاودو نرجعو هنبقى خدامه بهذه الطريقه هذه البنات حتى نوصل للثوب ونعاود نرجع معكم. فانا البنات من بعد ما وصلت للثوب صافي، يعني دابا ما نخدمش بهذا اللون هذا ديال الثوب، غنخدم غير بهاد جوج ديال اللوانات مذهب وداك اللون الازرق. دابا غندير غندير زوج في مذهب وحده، زوج، وصافي البنات ها هو هاد اللون هذا صافي، راه سالينا منه مبقاش يعني كنخدمو بيه. ها هو دابا غندير الأزرق، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. دابا غندير زوج ديال اللون الذهب، واحد، زوج. صافي البنات هذه هي الطريقه. في الحقيقه الخدمه باينه مزيان، غنبقاو خدامين بهذه الطريقه هذه حتى كنتخلصوا من اللون الذهبي. كنبقاو خدامين بديك الازرق
يعني حتى كنسالي حتى الطرف كي يعني كيخرج لينا هذا اللون هنا حتى لهنا، وعاود كذلك من هذه الجهة عاد نديرو ديك هاد العملية دي اللي درناها هنا فاش بدينا وحدة هنا وحدة هنا، وكنبقاو نخدمو بديك الطريقة حتى كنسالي الخدمة ديالنا. هنخدم البنات حتى نوصل لهنا ونعاود نخدم معاكم من جديد. انا البنات من بعد ما وصلت للثوب هندخل هاد اللون عادي مذهب وحده، وجوج صافي، وغندير البقية كاملين بالأزرق حتى كنوصل للطرف الثاني، عاد ندير زوج فندق. حقيقة البنات راه ساهلة، خصها شوية ديال التركيز وصافي. صافي البنات راه وصلت هنا، عندي هنا وحدة في مذهب وغنزيد وحدة، والثانية يعني كيما درت في هاد الشنب هذا. وكنضرب في التوب صافي، وغنخدم حتى نوصل لهنا ونعاود نرجع معاكم. كنحاول نختصر لكم البنات باش ما تملوش وتفهموا مزيان. ها هو البنات دابا غندير يعني صافي، دابا هاد المذهب هذا بحال الا صافي يعني سالينا منه، غندير وحدة فقط هنا والباقي كامل نديروه في الأزرق حتى يعني نوصلو للجهة التانية ونديرو نفس الشي. وغندير وحده نذهب بهذه الطريقه هذه صافي، وكتبقى لي غرزه وحده في الجنب كنضربها بشكل عادي.
صافي البنات هاد الخطوة يعني درناها وكررناها، غنوصل حتى للتوب ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله باش نكملو. ماشي اخر خطوة ولكن يعني نخيطو دابا بهاد يعني هاد الخطوة اللي غنديرو دابا، غنخيط يعني غنخدمو غير باللون الأزرق فقط صافي، يعني بحال الا تخلينا على داك اللون ديال الذهبي غنبقاو نخدمو بالأزرق حتى كنساليو، حتى كنوصلو للثوب ديك اللون كنوصلو بيه للثوب، ديك ساعتي كنديرو ديك الخطوة اللي درت معاكم اللي بديت بيها معاكم باش كنفتحو اللون تاني في الوسط باش كيتكون لينا ديك الشكل، هاد الشكل هذا. سمحوا لي البنات راه قلت لكم هادي يعني صافي، يعني استغنينا على هاد اللون هذا، مازال بقات لي وحده انا صحاب لي صافي، بقات لي يعني عقيقة وحده هنا في الجنب، ها هي البنات وحده وصافي البنات. غنبقاو خدامين بهذا اللون هذا حتى كنوصلو يعني صافي، كنحبسو راه كما كتشوفوا راه بقات لي غير وحده، انا غنزيد غير وحده ونفتح اللون يعني الثاني في الوسط. صراحة هاد الخدمة صعيبة باش كتطلع ولكن كتجي غزالة، يعني دابا راه الصراحة دابا الليل علينا المغرب يعني الضو راه مشى، ولكن فاش نساليها ان شاء الله ما يعني الكاميرا ما عطيهاش حقها مزيان، فاش نساليها ان شاء الله غنشاركها معكم وتشوفوا كيفاش غتجي ان شاء الله، راه كتجي زوينه زوينه بزاف. دابا غندير اخر لون في هاد الانتهاب هذا هنا في الجنب صافي، كنضرب هنا في التوب وكنعاود نعاود البنات نرجع حتى نوصل لهنايا ونرجع معاكم باش نديرو اخر خطوة باش نحلو الشكل الجديد ان شاء الله.